وحرس الحدود ايضا بيتقدم في الدقيقه العاشره لاحمد حسن مكي في بينيه هي الاروع، ومكي بيسكنها بدقه واتقان صاحب القميص رقم 9 اللي امام حضراتكم عفوا في الدقيقه 14، ويجعل المقدمه لحرس الحدود حتى نهايه الشوط الاول على طلائع الجيش. اذا كابتن ابراهيم لو انا عايز اخد حضرتك بس للهدف ده سريعا، انا عارف ان الكابتن فتحي عايز يتكلم عليه بس انا هاخد الكابتن